هنا الان من المستعرض ديال التقديم ديال الموكل ديالنا بعد ما انتهى السيد السنطاق ديال امانه السيد الوكيل العام، تمت الاحاله على السيد قاضي التحقيق من بعد الاستماع عليه والدراسه ديال الملف ديالو، قرر انه يدير له الايداع واعتقال احتياطي الى حين استكمال جميع المعطيات اللي كاينه في هذا الملف هذا. حنا الان غادي ننتظروا المسطره امام السيد قاضي التحقيق اللي غادي تكون فيها ابحاث غادي يستمع فيها الضحايا المزعومين وبطبيعه الحال الموكل ديالنا ان شاء الله. تقريبا لا حنا ما عطاوناش التاريخ، ما حنا غادي نستناو التعيين من بعد غادي نرجعوا للسيد قاضي التحقيق واش عطينا التاريخ ديال الاستنطاق التفصيلي في هذا الملف. والتهم ما نقدرش نقول لكم التهم لان اصلا الملف باقي سرية البحث، عندما تكون مصر عند السيد قاضي التحقيق تكون سرية ديال البحث، حنا ملتزمين بهاد النقط هذه ديال سيارة سرية البحث، وإن شاء الله ملي غادي تجي الوقت ديالها حنا غادي نوروا الصحافة. التحقيق شي ساعة 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 ونصف هكاك، ولكن حنا كنا في التقديم من الصباح من الساعة 9 صباحا، ولكن أمام السيد قاضي التحقيق استغرقت واحد ساعة ونصف، وغيحدد لنا واحد التاريخ لاحق اللي غادي نبداو به تفصيليا الملف، وديك الساعه غادي تبان ان شاء الله توضح بعض الاشياء. حنا غادي حنا طالبنا ولكن المسطره تكون كتابيه امام السيد قاضي التحقيق، نوضعوا الملتمسات ديالنا اللي هي غتكفل الحقوق ديال المتهم تنبؤ عليه.